كنا بنسميها النقاط الساخنه، عالجناها من كذا محور. دقينا ابار في اماكن معينه عشان تنتج، زودنا كفاءه المحطات، عملنا ربط بخطوط شبكات على اساس نربط بين النقط اللي هي فيها ميه اكثر عشان يبقى فصل الصيف نقدر نعمل نمد من مناطق مختلفه. على سبيل المثال وليس الحصر، عندنا محطه مياه شرير الكوم بتخدم مدينه شبين، بتخدم مدينه زوير وسلكه وميت الموز، بتخدم مدينه المسلحه وميت خلف، بتخدم كفر طنبيدي وطنبيدي جزء من طنبيدي وكوم الاخضر للاستفاده، وهكذا في كل المحطات الكبيره. احنا بندرس الاحتياجات الموجوده وعندنا نقط قياس للضغوط والجوده موجوده عندنا على خرائط جي اي اس موزعه في المحافظه من خلال تتابع المعامل والمخطط العام عندنا في الشركه، بنقدر نرصد نقاط الضعف والمشاكل الموجوده برضو من خلال ال 125 ونعمل تحليل لهذه البيانات ونضع الحلول الموجوده. طبعا فيه اللي بيساهم في هذه الحلول ثلاث جهات: خطه الاحلال والتجديد اللي بتيجي من الشركه القابضه، امكانيات الشركه الذاتيه في التمويل، بعض الساده النواب الافاضل بيوفروا لنا بعض الاعتمادات من الدوله عشان نعمل جهد في هذا الموجود، وبيسمى المشروع اللي هو مشروع معالجه النقاط الساخنه، وبيتم قبل وقوع المشكله. برضه بتساهم الهيئه القوميه بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي يا فندم للهيئه القوميه في استكمال بعض المشروعات التي قد تؤثر سلبا في الصيف، فاحنا بنتواصل معاهم على اساس استكمال هذه المشروعات. في حاله عدم استكمال هذه المشروعات بيكون عندنا سيادتك الحلول اللي احنا قلناها ديت، طبعا الوقت ما يتسعش للتفصيل، ان هي عندنا مفصله موجوده بالكم والكيف والتكلفه الماليه. موقف خدمه الصرف الصحي سيادتك طبعا عارفه، بنعرفه من حضرتك، كل المدن المخدومه بالصرف الصحي